أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو قصير. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو مخصص لسيلا تورك أوغلو، حيث تعرضت الممثلة ستار أكباش لعدة انتقادات. قبل أن أقول السبب، أريد أن أوضح شيء. هي أيضا من وكالة بيمانجيمنت. المهم، سبب تعرض هذه الانتقادات هو ارتداؤها فستان شبيه جدا بفستان سيلا تورك أوغلو، والفانز اعتبروها أنها تحاول تقليد سيلا وتريد أن تخلق الجدل، وقالوا لها أن تكرار الأناقة في الملابس يعتبر نغمة سيئة. هذا يبدو سخيفا عندما يتم نسخ ستايل في الملابس يصل إلى السخافة، وفي نفس الوقت بهذا التصرف تقللين من قيمة نفسك، ويجب أن يكون للشخص شخصية خاصة. أصبح الكل يريد أن يكون مثل سيلا. والله أصدقائي، أصبح بعض الناس مجنونون بسيلا للأسف، وهذا مشكل كبير. وأكيد أصدقائي وبكل صراحة، لا مجال للمقارنة بينها وبين سيلا، لأن سيلا ما شاء الله ظهر عليها أحلى وأجمل بكثير من ستار، يعني لا علاقة. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء.